آكل النمل. آكل النمل هو الاسم الشائع لأربعة أنواع من الثدييات المغطى بالشعر، وهي ذات رأس ضيق وعيون صغيرة وتغطيها الشعر الخشن المائل للون الرمادي أو البني مع شريط عريض من اللون الأبيض على طول الجسد والجسم مع ذيل كثيف وطويل. لها مخالب في أقدامها الأمامية ونظرها ضعيف، ولكن حاسة الشم لديها قوية جداً. ويظن الناس بأن أنفها طويل، ولكنها عبارة عن فك طويل يوجد في آخره أنف أسود رطب كأنف الكلب الذي يكشف من خلاله مكان تلال وقرى النمل من خلال حاسة الشم القوية. وآلية الأكل عندها تتمثل بالتصاق الحشرات والنمل على لسانها المليء باللعاب الدبق، ويمكن لهذا الحيوان أن يأكل قرابة 30,000 نملة في اليوم. ينقسم آكل النمل إلى أربعة أنواع مختلفة، وهي آكل النمل العملاق، وآكل النمل الحريري، وآكل النمل الجنوبي، وآكل النمل الشمالي. ويتكاثر هذا الحيوان في الغابات المدارية الجافة والغابات المطيرة والمراعي الخضراء وفي السافانا. آكل النمل العملاق أكبر نوع من هذه الثدييات، يصل طوله إلى أكثر من مترين من عند الأنف إلى آخر الذيل، ويصل وزنه من 18 كيلوغراماً إلى 45 كيلوغرام. يوجد في جنوب منطقة بيلز ووصولاً إلى شمال الأرجنتين. يستمر حمل الأنثى مدة 6 أشهر، تلد فقط صغيراً واحداً يرضع منها لعدة شهور، ثم يفطم ويركب الصغير ظهر الأم لمدة تصل إلى العام، ويبقى مع الأم لمدة 2 سنين أو إلى أن تحمل الأم مجدداً. وهي من الحيوانات التي تحب العزلة التامة إلا في حالة الأم والصغير. آكل النمل الحريري والمعروف بالقزم نوع من الثدييات، وهو آكل الحشرات، ويعيش في أمريكا الوسطى والجنوبية، وهو الصنف الوحيد المتبقي من هذه العائلة التي تعرضت للانقراض. يعتبر أصغر نوع من جنسه، فيبلغ طوله 17 سنتيمتر إلى 24 سنتيمتر، ويزن أقل من 500 غرام. لديها فراء كثيف وناعم يتفاوت ما بين اللون الرمادي إلى الأصفر مع لمعان باللون الفضي. آكل النمل الشمالي والجنوبي، إن هذا النوع متوسط الحجم ويمتاز باللون الأبيض المائل للصفراء والأسود، يشبه إلى حد كبير دب الباندا. يعيش في الغابات الاستوائية وشبه الاستوائية، ويعيش أيضا في جنوب المكسيك عبورا بأمريكا الوسطى وصولا إلى حافة جبال الإنديز الشمالية. أما الجنوبي يعيش في الغابات الجافة والمطيرة على حد سواء، ويحب الوجود قرب جداول المياه والأنهار.